هو الشباب والهلال تعادل الدراوي صح؟ ايوه صحيح. انا بتكلم نقطة فنية سريعة لانه ما شاء الله ابدعوا في النقاط الفنية. نقطة فنية سريعة، الهلال في المباراة الجاية طبعا كلها مباريات صعبة، كلها صعبة لا شك، بس لما مثلا مباراة الصعبة الاتحاد والشباب اللي الأصعب يعني كما هو متوقع، يعني الهلال الاتحاد أصعب عليه من الشباب، ليس لأن الاتحاد أحسن، لا الشباب أحسن كفريق، الشباب صراحة فريق رائع يعني من الثلاثة، أنا الهلال والشباب هم الأفضل صراحة، بعدهم الاتحاد لا نبخس حقه أيضا، لكن بعدهم الهلال. إيش اللي يكره الهلال في 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 أدائه الفني؟ الفرق اللي تدافع تعمل هرجمة مرتدة صح ولا لا؟ هذه يكرهها الهلال، يقعد يسوي استحواذ يمين شمال يمين شمال، بخ هجمة مرتدة الفريق الثاني خلص المباراة وهكذا، وخسر كثير مباريات من فرق يعني في المؤخرة. إذا تخاف على الهلال من الاتحاد أكثر من الشباب، هذا جانب، هذا جانب، جانب فني في الهلال. النقطة المهمة اللي بتطرق لها الأجواء في كل فريق، وجود الأجواء، إيش الأجواء في كل فريق؟ أبغى أعطي أمثلة، مثل الموسم الماضي ومثل النصر لما نحقق مع الأمير فيصل بن تركي، ترى ما انساها هذه، ترى واحد يتعلم في هذه الأشياء في الإدارة. في تذكر النصر مع الأمير فيصل بن تركي خسروا مباراة ما تذكر مع، وكان باقي 6 أو 7 مباريات، خرج من الملعب الأمير فيصل بن تركي قال سنفوز في 7 ولا في 6، فاكرين التصريح هذا تذكروه؟ لا، قال سنفوز في 6 أو 7 الأخير، 6 مباريات و7 غريدة الصعب هلا، وقالها في التلفزيون، قالها في التلفزيون وفاز في 6 مباريات الأخيرة، 6 أو 7 ما أتذكر. هذه ترى، ترى هذه قوة شخصية الرئيس تفرض على اللاعبين، علاوة على أنت كيف رواتبك، كيف مكافآتك، إيش ماشي، إيش الأجواء في الفريق. الهلال الموسم الماضي بعد العودة من كورونا تذكر إيش سوى الهلال؟ اكتسح، اكتسح، كان الأجواء بالتأكيد كانت رائعة مجهزة للفريق. هنا الأجواء الآن في الفرق هذه كيف ستكون؟ في ترى الدوري باقي 6-7 مباريات صح، بس راح ينتهي في شوال صح، مع إيقافات المنتخب وآسيا، إذا لسه باقي وقت، كيف يعني في توقفات، كيف حتتعامل الإدارات في التوقفات هذه، كيف الأجواء التي ستخلق في الفترة الجاية هذه؟ ترى هذه صحيح الجانب الفني مهم جدا، لكن وجهة نظري هذه ستكون أهم من ضمنها اللي ذكره الأستاذ محمد، الخبرة، التعامل، الفكر، الطموح، أجواء اللاعبين بينهم وبين بعضهم. هنا تقول شابو للإدارة، ماذا ستفعل في 7 مباريات القادمة؟ هنا يعني تقدر معيار لنجاح الإدارة على إدارة أخرى. أنت تحس وش؟ أحس أنه الأقرب مين؟ الأقرب أشعر أنه الهلال، يمكن بطولة آسيا ما تمام، لكن الشباب ما جدا ممكن يرهق بطولة آسيا تصير، والله ممكن، بس أنا أنت تقول إحساس وشعور، أشعر إنه هلأ الشباب اللي عملوا السنة يعني صراحة رائع، رائع أكثر من رائع صراحة. أنا إيش قلت لك؟ أمتع فريق الآن، أتستنى كده تفرج، أبغى أشوف بانيجا ومارتينيز وهم بتناقل الزوري هو جاي من وراء صح ولا لا؟ متعة، متعة، لكن يعني ما أقلل طبعا بلطان خبرة كبيرة، لكن مجموعة اللاعبين في أول سنة ممكن تحقق. لهذا الهلال في التمرس، أميل للهلال شوية بأنه يحقق البطولة. فاصل قصير بعد هنا.